احتفل الأكراد العراقيون في إقليم كردستان العراق بعيد النوروز الذي يعتبرونه مناسبة قومية كبيرة لما لها من دلالات ومعان وطنية وتاريخية عظيمة الأثر في نفوسهم. مراسلنا في الإقليم هو عزيز رصد أجواء هذه الاحتفالات في التقرير التالي. خلف هذه الرقصات والدبكات الكردية الشعبية التي تعم مدن إقليم كردستان العراق والمناطق والمدن الكردية الأخرى في دول الجوار في 20 مارس من كل عام، قصة أسطورية توارث الأكراد روايتها جيلا بعد آخر. إنها قصة انتصار أسلافهم المظلومين بزعامة كاوى الحداد على الحاكم الفارسي المستبد ضحاك، لتنتهي حسب الرواية حقبة طويلة من الجور والاستبداد ويبدأ التقويم الكردي الجديد. احتفالات الأكراد الصاخبة وابتهاجهم بيوم الحرية والانعتاق ظلت قائمة على مر القرون المنصرمة حتى في أحلك الظروف وأشدها قساوة عليهم، وكأنهم يستلهمون الدروس والعبر من شعلة نوروز المقدة ويستحضرون منها بسالة الأجداد في مواجهة الشدائد والملمات. عدم وجود حدود مرسومة سابقا بالشكل الحالي، فهاي شعوب المنطقة الأكراد والفرز وغيرهم ذول كلهم كانوا مختلطين أكثر من الوقت الحاضر، لأن ماكو حدود جغرافية يفصلهم عن البعض، واختلاط مثلا مصاهرة وزواج يعني كثير من العلاقات الأخرى خلى أن يكون تاريخهم تقريبا تاريخ مشترك، قصصهم متشابهة. مهما تزداد الظلم وكل ما تحس عدوك ضدك، أنت تريد تمارس الطقوس اللي تعادي به. ولكن هالثلاثين سنة اللي مضت وفي ظل الحكومة الكردية، أنت هذا الاضطهاد ما تحس به. ولهذا دا أشوف هالأيام يعني في ظل الحكومة الكردية الحالية، التمسك بنوروز ومناسباته يعني فقد الحماس الأولي. للعام الثاني تحظر سلطات إقليم كردستان العراق كل أشكال الاحتفالات الرسمية والجماهيرية بيوم نوروز بسبب تفشي وباء كورونا، بينما تثقل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة منذ 7 أعوام كاهل السواد الأعظم من سكان الإقليم، وتنغص عليهم فرحة الاحتفال بعيدهم الذي يشهد حسب مؤشرات بعض الأوساط المعنية عزوف قطاع واسع من الشباب عن الاحتفاء به. أسباب عديدة لانكماش الشعور والإحساس بعيد نوروز. أول الأسباب تعود إلى سوء الحالة الاقتصادية وعدم توزيع الرواتب في موعدها، بالإضافة إلى عدم اهتمام الشباب بأعيادهم القومية ومنها عيد نوروز. سوء الاندماج السياسي واختلاف الآراء بين الأحزاب السياسية في العراق عامة وفي كردستان خاصة أدى إلى نتائج سلبية في تكوين الفرد الكردي وإحساسه بالأعياد الوطنية والقومية. نوروز التي تعني بالكردية اليوم الجديد قد تبدو مغايرة في مضمونها ومعانيها من وجهة نظر الجيل الصاعد من الشباب الكردي الذي نشأ وترعرع في كنف حكم ذاتي لطالما حلمت به الأجيال السابقة. أجواء الاحتفال بعيد نوروز فقدت في السنوات الأخيرة بهجتها وسرورها اللذين كانا يغمران الجميع، وذلك بسبب الضائقة المعيشية التي تنغص على الناس حياتهم، لا سيما نحن الشباب. كما أن المناخ السياسي المتشنج الذي يسود الإقليم منذ عقود عكر أمزجة الناس وبدد فرحتهم وسرورهم بعيدهم القومي الوحيد. ولو استمرت هذه الأجواء على ما هي عليه الآن فستقضي تماماً على مباهج كل المناسبات الوطنية والقومية. قد تتغير أنماط الاحتفال والاحتفاء بيوم نوروز من جيل لآخر، لكن مغزاه التاريخي المتمثل برفض المظالم بكل صورها سيبقى منهلاً للحماسة ودرساً بليغاً يتوارثه الأكراد
جيلا تلو جيل. لم يعد عيد نوروز القومي مجرد احتفال سنوي صاخب يقيمه الأكراد إحياء لذكرى انتصار أجدادهم المستضعفين على حكام المستبدين في سالف الأزمان، بل يرى فيه الكثير من الأكراد لا سيما الجيل الصاعد حافزا للبدء بحراك لنيل ما يصفونه بحقوقهم المهدورة. تبدو شريحة المعاقين من ذوي الاحتياجات الخاصة في إقليم كردستان العراق الفئة الأكثر حرماناً من مباهج نوروز، ولعل ذاك ما حفز بعض الأثرياء في السليمانية على تأمين 300 كسوة كردية كهدايا لهؤلاء المعاقين. نوروز هو عيدنا القومي الخالد الذي نعتز به، لكننا لا نشعر بمباهج هذا العيد وأفراحه مثل سائر الناس بسبب أوضاعنا المعيشية المزرية للغاية. فهناك الآلاف من ذوي الاحتياجات الخاصة ليس بوسعهم الاحتفاء بيوم نوروز بأبسط الأساليب، فنحن نعاني من ظلم وإجحاف منقطعي النظير في العالم في ظل سلطتنا الذاتية التي لا تكترث إطلاقاً بأوضاعنا المعيشية واحتياجاتنا الخاصة، وهذا أمر لم يحصل في أي بلد في العالم. متاجر بيع الأقمشة النسائية ذات الألوان الزاهية والمزركشة التي كانت تكتظ بالزبائن قبل حلول نوروز بأسابيع تبدو هي الأخرى شبه خاوية هذا العام، بينما يعزو أصحابها السبب في ذلك إلى غلاء أسعار هذه الأقمشة المستوردة. بعيد النوروز الاحتفال على قد إمكانيتك، بس المتغيرات شنو؟ المتغيرات يعني بنوعية الملابس اللي يلبسونها. قبل كانوا الناس حسب مستواهم المعيشي يلبسون الملابس الكردية حتى لو كانت من السنة الماضية وقبلها، ولكن الآن يعني يفضلون أن يلبسون ملابس جديدة. ويعلل أصحاب محل الخياطة عزوف الشباب عن خياطة الأزياء الكردية بانكماش الحس القومي لدى الشباب وتأثرهم الشديد بملابس الموضة المستوردة. إقبال الناس عموماً وفئة الشباب بالأخص على اقتناء الزي الكردي في تراجع مستمر كل عام، لأن الأزياء الأجنبية المستوردة غزت المجتمع الكردي على نحو صارخ، ولم يعد الأكراد مهتمين بزيهم القومي خلافاً لما هو قائم في البلدان الأخرى. فكلفة الكسوة الواحدة من الزي الكردي الرجالي ومن قماش متوسط الجودة تبلغ نحو 250 دولاراً، وهو مبلغ لا يقدر عليه معظم الشباب. ومع حلول أول أيام الربيع الكردستاني الزاهر، فإن إجراءات الوقاية الصحية وإلغاء طقوس الاحتفال الرسمية بعيد نوروز لن يمنعا جموع الأسر الكردية من شد الرحال نحو المروج والمرابع الجبلية المكسوة ببساط أخضر إيذانا منهم بانتهاء موسم البرد والثلوج. هيو عزيز، سكاي نيوز عربية، السليمانية.